مهارة حياتية مهمة لشحذ الهمم وجعل النفس دائما تواقة وفيها من الصفاء والعافية، ما يساعد الإنسان بإذن الله عز وجل على تجاهل وتجاوز كثير من الأمور والصعاب. لابد نفهم ابتداء يا أحبة أن الروح كالجسد والنفس كالجسد، إذا كانت مرتاحة وكانت في صفاء وسعيدة فإنها ستعطي عطاء كبيرا، وأنها إذا أصابها الألم وأصابها المرض وأصابها العطب فإنها تقل في العطاء وتصبح صعبة على الجسد ويصبح عليها الأمور يعني ثقيلة. ولهذا يقولون إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام وما تستطيع عليها الأجسام من الراحة علشان يستطيع أن يعطي كامل الأسبوع، كذلك النفس تحتاج أن تعطيها جزءا من الراحة تفكير. فلا بد أن تعطي نفسك جزء تبتعد فيه عن التفكير، تبتعد فيه عن الأمور المشغلة التي تجلب لك الهموم والأحزان. فالمهارة قائمة على أن تخصص ساعة من الأسبوع أو يوم أو أيا كان 4 ساعات، هذه الساعة لا تقبل تدخل فيها أحد، هي لنفسك ساعة صفاء. يعني أعرف من الإخوة مثلا من إذا أراد أن يكافئ نفسه يذهب على البحر بحساباته مع نفسه، يقول الساعة هذه عندي تشترى، ما يعني لو يساومني عليها أي أحد ما أعطيه لأن هذه لنفسي. ويقول يعني ما تعرف أي شيء يشغل يبعده، يحطه في السيارة وينزل لنفسه هذه الساعة حتى تصفو النفس ويكون هناك يعني استجمام. تجد شباب ممن أعرفهم عنده ساعة الجمعة، هذه آخر ساعة من الجمعة تكون في الحرم المكي بحكم أن جدة عندنا قريب، يقول ما أبدا الساعة هذه لي عليها سنين، يقول والله هذه الساعة تسوى عندي الأسبوع كامل، لأنه يستجم، يذهب إلى الجانب العبادي، يرقى بنفسه في الجانب العبادي، يقرب من الله عز وجل، يدعو الله، في صفاء للروح، شيء لا يوصف، ساعة لا يساوم عليها أحد أبدا. هذه الساعة من يحددها؟ بالنسبة لتجربتي الشخصية، أنا أجعل هذه الساعة مكافأة، ودائما يعني أمني نفسي بهذه الساعة. يعني مثلا أقول إذا أنجزت ترى الأسبوع، ترى الساعة هذه بودي نفسي في المكان الفلاني. إذا تعبت أقول إن شاء الله الجمعة قدها قريب، يعني بحكم أنا حاطة في يوم الجمعة، تحب الإنجاز وتحب التحديات، الساعة هذه جيدة للإنجاز مع النفس ومكافأة النفس. اجعلها مشروع يعني معاك أسبوعي.